جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مجدي قلوهاية بالقناة الكبيرة، متيم بحب حاجة اسمها الاتوال. والله يبون في مثل هذا النهار، النهار الطيب، النهار اللي بالحق ما لقاش حتى كلمة نوصفها، إلا حاجة بركة للتوال كبيرة بجمهورها، التوال كبيرة برجالها. بكريسي رضا يتكلم قال بحكم الظروف الصعبة المادية تمر بها التوال، تبارك الله. إذا في ظروف صعبة كما هذه وطوال عملت اللي عملته في ظروف أخرى كيفاش تعمل؟ جوست نحب نقول حاجة بركة، نحب نقول سي رضا، سي جلال، وخيله معاه الكل كل كل بدون أدنى استثناء. صحيح يمكن لطوال نقص فلوس، لكن لطوال عندها خير من الفلوس، عندها الرجال، الكيما سي رضا، كيما الوخيال الكل كل كل. وأنا على الأقل نحكي لنفسي كمجدي، بالنسبة لي لطوال تنسين في العالم واللي فيه، تنسين في ديني واللي فيها. أنا بالنسبة لي كي نمشي للإنسان نتفرج على جمعيتي، سي فغي ما راش بعينيا، أما الحمد لله يا ربي راه خير من أني، هما راه بقلبي، راه بإحساسي. كي تلقى جمعيتي الفوق، كي تلقى جمعيتي طالعه الفوق وتصارع في اعلى الفرق العالميه، ذول اللي ممكن اقل توا كلاسي 35 عالمين قبل تشيلسي، قبل فرق عالميه، ما نجم الا نفتخر بحاجه اسمها الاتوال. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.